خلق حدث يجمع ويحتفي بالمصممين المغاربة الشباب كان هو الهدف من وراء إحداث الدورة الأولى لديزاينر دايز، يوم سيتاح فيه لهؤلاء المبدعين على حواسيبهم فرصة لكشف قدراتهم وتوصيل إمكانياتهم للفاعلين في المجال على الصعيد الوطني. تظاهرة ديزاينر دايز هي أول تظاهرة مسابقة خاصة بالمصممين الجرافيك في المغرب. دونك جات فكره صراحه هو نظرا ان الابداع اللي كنلاحظوه في اغلبيه ديال المصممين نظرا للونتوغاج ديالنا هو المجال الاهتمام ديال الجمعيه ديالتنا باي حاجه اي شيء اللي كيخص الويب. ثاني حاجه هو انه لو فات ان اي حاجه دابا ولا اي ميساج اللي خاصك توصل كتولي كتوصل عبر صوره او لا اللوغو. أكثر من 800 مصمم شاب شارك في التصفيات الأولية لهذه المسابقة، ليتأهل في الأخير 5 متبارين عن كل من صنف تصميم العلامات، تصميم الملصقات والمواقع الإلكترونية، وكذا التصميم الثلاثي الأبعاد. Il y avait des projets très intéressants في les logos, les affiches, في les web design. Donc il y a des gens qui ont présenté des travaux اللي عندهم واحد الأهمية كبيرة. عجبوني بزاف و بون سي لا بروميير اديسيون ديال هاد الجائزه في المغرب. حنا كافريكا ديزاين اوارد دوزيام اديسيون اون سوتيان هاد ليفينمون. المستوى الحمد لله كان مزيان، يعني كان اكثر من المتوقع. عندنا دي مواهب، عندنا مواهب مزيانين بزاف بزاف. حنا كنحاولوا ما امكن بحال هاد التظاهرات ديال ديزاينر داي اننا ننهضوا بهم ونعاونوهم انهم يوصلوا لاعلى مستوى يقدروا يوصلوا ليه. على مدى شهر ونصف استمر هذا العرس الإبداعي والذي حظي بتشجيع واحدة من أهم مؤسسات التصميم على الصعيد العربي. أما الفائزون فسيحظون بجوائز تحفيزية، وأهم من ذلك فرصة للمشاركة في حدثين مهمين في مجال التصميم على صعيد القارة الإفريقية والعالم العربي.